إذا تسألني من وين أقول من أغلى الأوطان، إذا تسألني من وين أقول من أحلى وأغلى الأوطان، أبونا الشيخ الشيوخ أعني زايد بن سلطان، يا إمارة المحبة والسلام، الله يا ربع الخير يا أرض، يا إمارات المحبة، يا إمارات المحبة والسلام، الله يا إمارات المحبة والسلام، يا ربع الخير يا أرض، أم يا إمارات الشموخ والعلا، يا إمارة الشموخ والعلا، يا نشيد البحر ما بين الأنام، يا إمارة المحبة والسلام، بعد شباب بعد، يا إمارة المحبة والسلام، الله يا ربع الخير يا أم، يا إمارات السنة في رحبها، يا إمارات السنة في رحبها، مجمع العالم في شمل النظام، يا إمارات المحبة، بارك الله، الله يا إمارات المحبة والسلام، الله يا ربع الخير يا أم، وطن الإيمان بالخير الذي، وطن الإيمان بالخير الذي، صاغ نهج الرشد في كف الوسام.